بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمتابعين، أحببت أن أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعيد الفطر السعيد لعام 2023، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وعافية، أدام لكم الأعياد دهرا وألبسكم من تقواه نورا. هلت الأعياد ومن بينهم أفضل عيد، عيد الفطر المبارك. ولكن قبل البدء أعزائي، ادعمونا بإعجاب ومشاركة للفيديو مع أصدقائكم ومحبيكم. كلنا ننتظر قدوم العيد، كلنا لهفة وسعادة، فدائما ما يعود عيد على كل الناس بالبهجة والسرور والفرح لما فيه أجواء تبعث على الفرح. فإن عيد الفطر هو أول أعياد المسلمين، ويحتفلون فيه في أول يوم من شهر شوال، وهو يأتي بعد صيام شهر رمضان، ويحرم الصيام في أول يوم فيه، ويتبادل فيه المسلمين التهاني والزيارات. لهذا أقول لكم بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات، وأهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد. أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا. كل عام وقلوبكم بيضاء، كل عام وأنتم بنقاء، كل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله طاعتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر عينيكم بنصر أمتكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا بكم في فردوس الأعلى. أصدقائي الأحباء، أتمنى لكم قضاء عيد فطر سعيد مع الأسرة والعائلة الكريمة. تقبل الله أعمالكم وأعاد عليكم الأيام المباركات بالخير واليمن. جعل الله فجر عيد الفطر نورا، وظهره سرورا، وعصره استبشارا، ومغربه غفرانا، وجعل لكم دعوة لا ترد، ووهبكم رزقا لا يعد، وفتح لكم بابا في الجنة لا يسد. وكل عام وأنتم بألف خير.